مبادئ النادي الأهلي ليست كتاباً تاريخياً قامت بإعداده اللجنة التأسيسية للنادي منذ 117 عاماً، لكنها مواقف اتخذها رجال النادي وقياداته فأصبحت بمثابة ميثاق شرف وقواعد ثابتة تتوارثها الأجيال لإدارة هذا الصرح الرياضي التي بموجبها أصبح الأعظم والأكبر والأقوى في مصر الكنانة والوطن العربي وقارة إفريقيا. منظومة كبيرة تتكون من جهاز إداري وفني وطبي ولاعبين، يقف خلفهم جمهور عظيم يدعم ويساند لا يكل ولا يمل، يمتلكون تركيزا عاليا، يتكاتفون جميعا لتحقيق الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية التي باتت حكرا له ولجمهوره العظيم، وبات هو المنافس لنفسه لا غير. عظمة منظومة النادي الأهلي تكمن في كيانه، إرث وشخصية تم بناؤها على مر السنين منذ تأسيسه عام 1907، مكونة من عوامل عدة ككثير من الأندية الكبرى في العالم، فهي ليست مجرد بطولات أو نجوم أو ملاعب، لكنها عوامل كثيرة اجتمعت لتشكل هذه الإنجازات والشخصية الثابتة لهذا الكيان العريق. الأهلي منظومة إدارية مكتملة الأركان، ما يهمها هو النجاح، وهي أكبر من أي فرد، وعند تصادم مصلحة الفرد ومصلحة الكيان لا بد أن تضغى مصلحته، سواء كان الأمر داخليا أو خارجيا. مر على الأهلي الكثير من القادة، جميعهم أداروا النادي بعقلية إدارية بحتة همها مصلحة الكيان قبل كل شيء، وتسير الإدارة الحالية برئاسة الأسطورة محمود الخطيب على نفس الخطى ممن سبقوه في قيادة القلعة الحمراء، وأعطى تعريفا جديدا لأسلوب قيادة الأندية، فهو هادئ قليل الكلام، يعرف جيدا كيف يحول الانتباه ويصرف الضغط النفسي عن النادي أو عن لاعبيه، حتى وإن اضطر أن يتحمل ذلك الضغط شخصيا للمصلحة الأكبر وهي مصلحة الأهلي، تطبيقا لشعار النادي تاريخ مبادئ تطوير. في القلعة الحمراء تجد منظومة رياضية متكاملة تعمل بجد ومثابرة، لا تجد فيها ثغرة دون دراسة، نظام وإدارة وسلاسة واحترام متبادل بين الجميع، وعمل في صمت وسعي للتطور والتوسع العمراني وطفرة إنشائية في كافة المقرات، إضافة لحصد البطولات والإنجازات للفرق الرياضية كافة، للرجال والسيدات والألعاب الفردية. الانتماء للنادي الأهلي له عدة معاني، أولها سعي دائم نحو القمة، طموح بلا سقف، وأحلام لا بد من تحقيقها.